شحال حاجه هاكو تكرفصوا تكرفصوا والدينا شحال من حاجه معذبين سنين وما عايشين هنايا سنين حنا قبل ما نزادو حنايا هما والدينا هنايا وكبرنا هنا وتزوجنا هنايا وولدنا ولادنا هنايا وبين عطوني كنطالبوا حنايا بالسكن عطوني السكن وشوفوا شوفوا من حق هاد الناس كاملين يجوا كاع يجوا كاع يهضروا معانا يجوا يشوفوا حالنا فين تنسكنوا ماشي تيهضروا معاهم ساكن مشي ساكن معذبين كل ساعه غادي مساكن كل ساعه غادي للمحاكم كل ساعه تيجري كل ساعه تيطلعوا وينزلوا وما كاينش اللي يهضر معاهم وما كاينش يعطيهم شي يعطيهم كاع شي مباشره ولا يطالع عليهم ولا يهضر معاهم ما كاينش اللي يستقبلهم تيمشيو عندهم تيقول لهم سيروا تنشوفوا غادي نجيو وما كاينش اللي يهضر معاهم وا عاش الملك محمد السادس راه ما يمكنش يضيع شي واحد واش المره الاولى جابوا لينا الاستدعاء ديال المحكمه في وقت اللي هاد الناس هاد الدراري كاملين تيدوزين الامتحانات ديالهم في وقت الامتحانات ديال الدوره الاولى جابوا ليهم الطرد من المحكمه وجابوا ليهم العون القضائي والبلاصه الناس ما تلات حتى واحد عايش براحته ما تلات كل هاد الناس راه مرضوا في نفوسهم مرضوا كل نهار كيجيهم حاجه وانت تصور واحد القضيه اخرى ان في القياده تيقولوا لي حنا ما عرفناكم انتم فين ساكنين واش القياده تتخفى عليها شي حاجه والنمله تيعرفوها فين دخلت وفين خرجت وتيقولوا لنا حنا ما عارفينكم كاع انتم فين كاينين السلام عليكم.